الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه، أرسله ربنا رحمةً للعالمين، فاجتهد في تبليغ الدين وفي جهاد الكفار والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار الأخيار الأغيار، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا الذنوب والمعاصي، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الائتلاف واجتماع الكلمة من النعم العظيمة التي لا تسوغ الغفلة عنها، وقد أوجب الله تعالى ذكرها، فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكذلك نعمة الكثرة بعد القلة، والقوة بعد الضعف، والأمن بعد الخوف، نعم، والرزق بعد الضيق والعسرة، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهذه النعم لا تتحقق للناس في ظل الفوضى والانفلات، بل هي مناقضة لها تمام المناقضة، فالرخاء والقوة والأمن والطمأنينة والازدهار إنما تحصل تحت ظل دولة تتولى تسيير أمور الناس وتنظيم شؤونهم. ولما أراد الله تعالى لبلدنا التقدم والازدهار ومواكبة الحضارات ومزاحمة الدول على الصدارة، قيض لها رجالاً أقوياء أمناء أسَّسوا فيه الدولة على أوثق الأسس وأصلها وأصلبها، أسَّسوا فيه الدولة على أوثق الأسس وأصلبها بحمد الله تعالى وحسن توفيقه. ولم يكن للمستحيل وجود في قواميس تخطيطهم، فأسهم كل منهم في تذليل العقبات التي واجهتهم، وقد تكللت بفضل الله هذه المساعي بالنجاح الكامل على يد الموحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، وكانت له يد بيضاء على أبناء هذا الوطن، وبنات هذا الوطن، لإقامته لهم دولةً تجمعهم بعد الشتات، وتؤمنهم بعد الخوف، وتتحقق فيها مصالحهم. وقد أراد الله تعالى لجهوده أن تُحمد في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك بتأمين البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وبتأمين الحرمين الشريفين، وإتاحة زيارتهما بيسر وسهولة، وتوفير الأجواء الآمنة لأداء المسلمين شعائر الحج والعمرة آمنين مطمئنين، إلى غير ذلك من المنافع التي لا تحصى. فاحمدوا الله تعالى
فأحمدوا الله تعالى على ما من به عليكم، وافرحوا به فرح شكر واعتراف، وتذكروا عند حديثكم به أنه من التحدث بنعمة الله تعالى المأمور به في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. واحرصوا على استبقاء هذه النعمة بتقديم أسباب بقائها على سائر الاعتبارات الشخصية ونحوها، فإنما في الدولة المستقرة من المصالح يشمل الفرد ويضمن له الحياة الكريمة، والمصالح الخاصة إذا فقدت مظلة الدولة كانت في مهب الريح، فإن المصالح بما فيها الضروريات من الدين والنفس والمال والعقل والعرض إنما تتوقف حمايتها على وجود الدولة القوية. ولا يعرف التاريخ أن تكون هذه المصالح محمية إلا في ظل دولة مستقرة. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، إن الإسهام في عمارة الأرض وإصلاحها وتكثير سواد الأمة وتقوية ركنها مسؤولية على كل أهل عصر، وقد أدى مؤسسو هذه الدولة ورجالها في كل فترة من فتراتها مسؤوليتهم في ذلك، فعلينا مسؤولية الباقي من المحافظة عليها وإدراك أهميتها واستذكار ما أجرى الله تعالى على أيدي حكامها قديماً وحديثاً من حقن الدماء وحماية الأعراض وتأمين السبل والدفاع عن الوطن وتجنيب البلاد والعباد بتأييد الله تعالى المآسي والنكبات. وخير ما يعين على شكر هذه النعمة تقوى الله جل وعلا وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ثم التأمل في حال البلدان التي ابتليت بفقد تلك النعم وما يكابده أهلها من القتل والتشريد، وكونها ألبست لباس الخوف والجوع بعد أن كانت آمنة مطمئنة. ومن الواجب نظر الإنسان إلى إنعام الله عليه بما ابتلى غيره بفقده، فإن تجاهل هذه المنحة غمط للنعمة. وقد وبخ الله عليه كفار مكة فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وها أنا أسهم اليوم في الإفصاح عن هذه النعمة، فأقول من القريحة: ويوم بدأنا أيقن المجد أننا سنبني له صرحاً متين القوى فخماً، ويوم بدأنا أيقن المجد أننا سنبني له صرحاً متين القوى فخماً، ستعلو على رغم الصعاب مناره بأيدي كرام ورثوا الحزم والعزم. سعى ابن سعود كي يؤسس دولة يشيد بها مجداً لآبائه قدماً، تداولها من بيته أهل همة يتوقون للعليا وإن جاورت نجما. متى حاول الأعداء قلع غراسها أتى ناشئ
يلوي ذراع العدا رغما. ولما أتى عبد العزيز توطدت ولاحت مزاياها بأفق العلا الأسماء، وزادت بسلمان الرضا ومحمد رقيا وترسيخ القواعد والسلمى. هما قدماها في الصفوف فأذعنت رقاب الأعادي للسعودية العظمى. ونحن لها أبناء صدق وبرنا، بها قربة نعتد إهمالها إثما. وما عقها إلا جهول تفاقمت به شقوة فاستمرأ البغي واللؤما. فيا ربنا احفظها بلادا وقادة وشعبا وزدها ما أنيلت من النعمى. هذا وصلوا على محمد عبد الله، قد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ودمر أعداء الدين، اللهم وكل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، واجعلنا وإياهما آمرين بالمعروف مطبقين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتطبيق شرعك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل الجميع رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل عمره على الطاعة، ومن كان منهم ميتا اللهم فاغفر له وارحمه يا رب العالمين. اللهم من كان من بيننا مبتلا اللهم فعافه، اللهم من كان من بيننا مريضا اللهم فاشفه من مرضه، اللهم من كان من بيننا مهموما اللهم ففرج همه، اللهم من كان من بيننا مديونا اللهم فاقض دينه. اللهم ارزق أبناءنا الزوجات الصالحات، وارزق بناتنا الأزواج الصالحين، وارزق الجميع الذرية الصالحة يا رب العالمين، واجعلهم قرة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واجمع لنا اللهم بين سعادتي الأولى والأخرى. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا قريبا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اشف جريحهم وتقبل قتيلهم شهيدا يا رب العالمين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، في هذا المكان الطاهر، في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة الشريفة، نسألك أن تنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، رحمة من عندك تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا، تصلح بها نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.